ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب يا جماعة، مين جاهز معانا ببرنامج النصوص؟ مين جاهز معانا ببرنامج النصوص؟ تعالوا، أنا حابب أتكلم النهاردة عن حاجة يمكن قلناها قبل كده، استعمل مفيش مشاكل. هنتكلم إن شاء الله عن قصة جاءت في إنجيل متى. تعالوا نشوفها مع بعض كده. بتقول القصة بعد قيامة يسوع طبعا، تعالوا نشوفه كده. بيقول بقى: وذهب سريعة قولا لتلاميذه إنه قد قام، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكم. فخرجونا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبر تلاميذه، وفيما هم منطلقتان لتخبر تلاميذه إذ يسوع لقاهم وقال: سلام لكما. فتقدم وامسك بقدميه وسجد له. فقال لها يسوع: لا تخافي، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وفيما هم ذاهبتان إذ قوم من الحراس قد جاءوا إلى المدينة وأخبرنا بكل ما كان. الحراس اللي كان عند القبر يا جماعة راحوا أخبروا رؤساء الكهنة، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة. حياك الله يا أخونا الحبيب وسام، أخونا أي سي ذا لمبة. وإذ سمع ذلك أو سمع ذلك عند والي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرق. ألف مبروك يا أخي الحبيب، ألف مبروك، ربنا يبارك فيك يا رب. تمام، قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. السؤال المطروح، السؤال يا جماعة المطروح بحسب القصة ما جاءت في إنجيل. أهلا 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 بالغالي حبيب جهينة، حليب قلبي، لازم أشغلك حتة من الترنيمة بمناسبة أنت دخلت سعادة القس جاكوبي، حتة من الترنيمة كده عشان أنت دخلت. بس ارجع يا غالي، ده انت اللي في قلبي وشاغل فكري ودايما على. ارجع يا غالي، لو رحت بعيد وعني تغيب، ده انت ابني الغالي. ارجع يا غالي، ده انت اللي في قلبي وشاغل فكري ودايما على بالي. ارجع يا غالي، لو رحت بعيد وعني تغيب، ده انت ابني الغالي. الترنيمه دي بتفكرني بقول الشاعر العظيم لما بيقول: ارجع يا سايبني طول الليالي، لجرحي لدمعي لشوقي العينين، ارجع ماليش حد بعدك يا غالي، ولو شفت حالي حيصير. حياك الله سعاده القس جاكوبي، اهلا وسهلا بيك في اكاديميه ام سي ديالوج. جاهز يا سعاده القس جاكوبي؟ اكتب له واحد، مستعدين دائما. لا دي مش اغاني حبيب قلبي، ترانيم دي. طبعا ساعات قصة جاكوبي حصل حاجة جميلة جدا في إنجيل متى. بيقول النص: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. رايحين بقى يوم الأحد عشان نشوف كده. تعالوا نشوف مع بعض كده اللي حصل. بيقول لك: وإذ زلزلة عظيمة قد حدث بنزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. وطبعا تلاقي دايما المسلمين يقول لك إيه؟ يسوع محتاج ملاك عشان خاطر يدحرج بيه الحجر، مع ان القصه اصلا بتقول ان هو قام قبل الملاك ده ينزل اساسا. يعني يسوع اصلا قام وطلع من القبر من غير ما الحجر ده يتدحرج. يعني اله بقى، والاله لا يعجزه الشيء. تمام، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كاموات. فاجاب الملاك وقال للمراتين: لا تخافا انتما، فاني اعلم انكم تطلبان يسوع المصلوب. ليس ها هو ها هنا، لكنه قام. هلم انظروا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. اذهب التلاميذ انه قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل وهناك ترون. تمام، وبعد كده بيقول لك ايه يا سعاده القس جاكوبي: وفيما هم ذاهبتان اذ قوم من الحراس قد جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر
فضه كثيره. قولوا ان التلاميذ اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام ونحن نستعطف الوالي ايه ونجعلكم مطمئنين. فقلت القس جاكوبي انا من وجهه نظري المتواضعه ان القصه دي ما حصلتش، وعندي دليل انها ما حصلتش. ايه هي؟ بحسب الايمان المسيحي، بحسب الايمان المسيحي يسوع قال للتلاميذ 14 مره انا هموت واقوم. 14 مره ذكر في ثلاث اناجيل ما عدا انجيل يوحنا اللي هو متى ولوقا ومرقس. اليهود ذات نفسهم عرفوا ان هو تكلم عن الموت والقيامه بدليل ان هم قالوا يا سيد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد ثلاثه ايام اموت فمر بضبط القبر. ويسوع بلسانه قال لليهود جير شرير آية ولا تعطى له إلا آية يونان، كما كان يونان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض. يعني إيه اللي أنا عايز أقوله؟ اللي أنا عايز أقوله إن بحسب ما جاء في الكتاب المقدس إن يسوع تكلم إن هو هيموت ويقوم، وقالها حتى للتلاميذ 14 مرة، وقالها لليهود، واليهود عشان كده حطوا أختام عند القبر عشان التلاميذ ما يجيش يسرقوه ويقولوا إن هو قام. حلو، غريبة شوية، بيقول لك إيه؟ قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. السؤال لحضرتك، من أين علم اليهود باليقين أن يسوع لم يظهر؟ اللي فاهم السؤال يكتب لي خمسة يا جماعة، اللي ما فهموش ممكن أبسطه. مين فهم السؤال؟ ولا انا انقطعت ولا ايه؟ اربعة ونص. لا بص بص، يعني اللي انا عايز اقوله ان يسوع تكلم ان هو هيموت وهيقوم. هنا كاتب انجيل متى بيقول لك ان اليهود قالوا قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. من اين اتى اليهود باليقين أن الذي قام لن يظهر في وسط اليهودية ويفضح كذبهم أمام الناس؟ منين عرفوا؟ منين جابوا يعني اليقين ده؟ ده طالما قام أكيد هيظهر، يعني أكيد هيفضح كذبكم، لازم يظهر للناس كلها. ساعة القصة شاكوب أنت موجود؟ ساعة القصة شاكوب؟ حلو، اتفضل مع حضرتك المايك اسمع ردك. شكرا حبيبي محمود، تحياتي لك وسلام الرب يسوع مع الجميع من اول اسم لاخر اسم بدون اي استثناء، ورمضان كريم لكل الاحباء المسلمين. وصلاتي انه يكون في حوار بناء بيني وبينك حبيبي مستفيد منه. اولا في حدث حصل انه شخص انصلوا، هيدا شخص ودع في قبر والجثي اختفى، يا اما انسرقت يا اما الرومان خطفوها ما بدهم حدا يعرف، يا اما قاموا بين الاموال، ما في حد رابع. يا اخ محمود، يا اما الجثه حدا سرقها، يا اما الرومان اخفوها لحتى ما يكون في بلبله، يا اما المسيح حقا قام. طيب خلينا ناخذ السؤال اللي انت سالته أخ محمود. الفريسيين ورجال الدين اليهود اللي صرخوا أسلوبه ليش طلبوا من الرومان يكذبوا يقولوا أن تلاميذ المسيح سرقوا الجثة؟ ليش يعني؟ ماذا لمنفعة من تكون هاي الكذبة؟ لمنفعة مين؟ لمنفعة رجال الدين، صح ولا لا؟ حتى يتهموا التلاميذ انه المسيح ما قام. اوكي طيب، هلا السؤال، هل ممكن
يعني منطقيا هيدول الخوفين الجبنة اللي تركوا المسيح سيدا على الصليب وهربوا، شو منفعتهم هني إذا كان فعلا مات ودفن؟ شو بيجي منفعة لمتى ولمرقس ولكل التلاميذ يتحدوا روما بسرقة جثة واحد ميت لحتى يثبتوا كلام غلط كذب ويعلم للخليقة أن المسيح قام بين أموات؟ شو بيجيهم إذا كان الشخص مات وهن يسرقوا جثته؟ يعني أنا بلك إياها يا أخ محمود بكل منطقية وإنسانية، الإنسان اللي بيسرق جثة لسيد وليعلن أنه قام بين الأموات ويدفع ثمن الكذب بالموت نفسه، أي إنسان مختل العقل، يا إنسان مجنون، يا إنسان ما عارف وين الله حاطه. إنك تسرق جثة ولما يوقفوك ويتهموك بأنك أنت عم تبين أموات ويشربوك وأنت مش قد تموت من أجل الكذبة هاي، أكيد في شيء غلط براسك. فالتلاميذ كلهم استشهدوا إلا يوحنا، كلهم يا ماتوا مصلوبين يا ماتوا مقليين بالزيت يا أما بالرجم. فهل يعقل التلاميذ هيدول اللي اليهود اتهمون إنه سرقوا الجثة يدفعوا حياتهم ثمن لكذبة؟ والكذبة بعد شغال اليوم بعد 2000 سنة وفي مليارين ناس عم بيصدقوا نفس الكذبة من أجل هذه الكذبة؟ هل يعقل يا أخ محمود؟ مش معقول. طيب الاتهام الثاني، ممكن الرومان خطفوا الجثة، ممكن الرومان خبوها لحتى ما يصير في بلبلة بروما. طيب طالما الرومان عندهم الجثة والتلاميذ أعلنوا قالوا يا جماعة المسيح قام من بين الأموات، ممكن ليش الرومان ما أظهروا الجثة ويسكتوا التلاميذ وادعوا من الباطل؟ لو الرومان عاد سرعوا الجثة كان ممكن يبرزوها لكل الناس على رمول هيدون التلاميذ عم يدعوا ادعاء باطل من الجثة معنا وهيدي تعشفوها حطوها على العام. فما صارت ليش؟ لأنه فعلا المسيح قام من بين الأموات. سمعت حبيبي محمود؟ وبالتالي ظهر للتلاميذ وظهر لبطرس وظهر لتوما وظهر لأكثر من 500 شخص لحتى يبرهن على أنه قام حقا. مايك معك حبيبي. طيب السلام عليكم. طرحت موضوعين بعيد جدا جدا عن السؤال اللي أنا سألته. السؤال اللي أنا كنت سألته قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن يعني. السؤال اللي أنا طرحته من أين أتى اليهود باليقين أن المصلوب لن يظهر؟ السؤال ده المطروح يعني. إنما أنت بتقول أنت حطيت احتمال أن هو تسرق أن الرومان، لا الرومان مش هيعملوا حاجة زي كده يعني، هيعملوا حاجة زي كده ليه أساس أن الرومان يعني؟ الرومان مالهم بأساسا بالموضوع ده؟ تمام؟ الرومان أصلا صلبوه إرضاء مش اكتر ولا اقل يعني. تمام. انا عندي دلوقتي حاجه تاني. حاجه انت بتقول لي يا محمود الناس دول ماتوا في سبيل هذا. استاذ الفاضل انا اثبت لك اساسا ان القصص دي كلها ليست حقيقيه. اثبت لك ان القصص دي ليست حقيقيه. السؤال الاول من وجهه نظري اللي هينهي لك حوالي 30% من قصه الصلب انها حقيقيه. السؤال الاول، اليهود اتهموا التلاميذ ان هم سرقوا الجثه، صح يا مسلمين؟ اكتبوا لي واحد. صح اكتبوا لي واحد. اتهموا التلاميذ ان هم سرقوا الجثه، معاك هات لي موقف واحد اجتمع فيه التلاميذ ورؤساء الكهنه فقال لهم رؤساء الكهنه انتم سرقتم الجثه. وتاني حاجه، لو هم التلاميذ او القصه حقيقيه، لو هم اتهموا التلاميذ ان هم سرقوا الجثه، ليه ما عاقبهمش على فهم سرقه الجثه وإضلال الشعب يا سعادة القدس؟ معاك المايك، قول لي ليه اليهود أو رؤساء الكهنة لم يعاقبوا التلاميذ على تهم سرقة الجثة إن كان الموضوع بصحيح أصلا؟ معاك.
شكرا حبيبي محمود، تحياتي لك غالي ولكل الأحبة معنا بالغرفة. حبيبي، رجال الدين اليهود الفريسيين والكتبي ما كان عندهم خبر لما المسيح قام من بين الأموات، أمر واحد. كيف عرفوا؟ بأن قوم من الحراس، من الحراس الرومان، جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان. يعني الحراس الرومان قالوا لرجال الدين والكتب: يا جماعة، هذا الشخص اللي انتوا قلتونا حنشوفه بده يوم بعد 3 أيام قام قدام عيوننا، نحن القبر فارغ، وإجا ملاك زعزع الحجر ونحن أصبحنا مثل الأموات، خفنا وجينا لحن نخبركم شو صار. فالكتب أكيد إن انبهتوا، فلحتى يثبتوا كذبتهم شو عملوا؟ رشوا الحراس، قالوا يا حراس، أنت إذا سألوكم الوالي والناس والبشر وين الجسد، أنت قولوا أن التلاميذ إجوا وصار. فهذه التهم خطيرة للروماني. ليش؟ لأن الروماني بموت إعدام إذا كان قال إنه الجسد انسرق. فشو قالوا له؟ قالوا إحنا بنستعطف الوالي، إحنا اليهود رجال دين عنا كلمة مع الوالي، بنلفف لكم إياها لحتى نقدمكم. بس اليهود رجال الدين ما كانوا عم يتهموا التلاميذ إنهم سرقوا الجسد، ما في اتهام. لكن شو لفقوها مع الحراس، الحراس يقولوا إنه الجسد انسرق مايك معه. يا سعادة القس جاكوبي، يا سعادة القس جاكوبي، دلوقتي حضرتك واضحة المسألة دلوقتي. ايه؟ قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، طلعوا اشاعة ان التلاميذ سرقت الجثة، ماذا قال كاتب انجيل مات يا جماعة؟ وده اللي سعادة القس مش واخد باله منه. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. ما هي الإشاعة يا جماعة اللي كانتها ظهروا في اليهودية حتى سنة 60 أو وقت كتابة إنجيل متى؟ عارفين إيه الإشاعة؟ أن التلاميذ أتوا ليلا وسرقوا الجثة. السؤال كان سؤالين مطروحين. الأولاني: من أين أتى اليهود باليقين إن يسوع مش هيظهر؟ يا جماعة الخير ركزوا معايا، الحراس راحوا قالوا لهم ده يسوع أم الأموات وحصل كذا 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 كذا. قالوا لهم ايه؟ طب قولوا ان التلاميذ سرقوه. القصة لا تعقل اساسا. ازاي قولوا ان التلاميذ سرقوه وهو ممكن اصلا طالما قام ممكن يظهر في اي لحظة ويفضح كذبنا؟ من اين يا سعادة القس اتى اليهود باليقين ان الذي قام لن يظهر في اليهودية؟ جبت منين؟ انما كل اللي كاتب متى عايز يقول لكم يا مسلمين، عايز يقول لكم بكل اختصار ان حتى اليهود الوحشين كانوا على يقين ان يسوع قام من الاموات، وده اللي واضح من خلال كتابته. تمام؟ اليهود جابوا منين يا سعادة القس جاكوبي؟ ده نمره واحد. خش على نمره اتنين يا شباب. نمره اتنين، اسالكم بالله، اليهوديه ايه اللي هيحصل فيها يوم الحد؟ ايه اللي هيحصل في اليهوديه يوم الحد؟ هيحصل بلبله عظيمه. بتقول اليهود سرقوا الجثه، ناس بتقول قام سرقوا الجثة، قام سرقوا الجثة، قام، صح كده؟ مش ده اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ الدنيا هتتقلب. طيب، طلعوا إشاعة إن التلاميذ سرقوا الجثة. حلو، بعد كده لقينا التلاميذ ماشيين في وسط اليهودية، رايحين في الهيكل يصلوا، ورايحين يمين، ورايحين شمال، مفيش حد من رؤساء الكهنة: تعالوا يا مضللين البشرية، يا من تدعوا أن يسوع قام، أنتم سرقتم الجثة. طب لو يسوع قام هو فين؟ مفيش حوار من ده حصل. سعادة القس جاكوبي واضع روايات كأنه بيخاطب طفل 5 سنين، كأنه بيخاطب طفل 5 سنين. إذا كان أصلا القصة كده، قول لي ليه رؤساء الكهنة ما قالوا لهمش لو كان يسوع قام طب هو فين؟ سؤال منطقي. اتنين، ده لم يتهموهم بتهمة إضلال الشعب إن هم سرقوا الجثة. ما حضرتك المي هو يعني انت مش عارف انه اليهود الفريسيين هن اللي طردوا التلاميذ
ضربون عصبون قالوا لهم لا تتكلموا بهذا الاسم يسوع، وجلدون وضربون. ليش؟ ليش فكرة؟ مش عم بحكي حكاية حبيبي نجمة، عم بتكلم بالواقع، عرفت كيف؟ بعدين الأخ محمود، يا أخ محمود، نفس الإيمان اللي أنت عندك اليقين فيه إن المسيح لم يصلب، عند اليهود عندهم يقين إنه الجثة انسرقت. أنت ليش بتصدق إنه المسيح ما انصلب؟ شو اليقين اللي عندك؟ قالوا لك، سمعت كذلك الأمر، اليهود قالوا لهم إن المسيح انسرق جثته، واللي آمنوا صدقوا مين؟ شهود العيان. المسيح ظهر لنا، المسيح عمل عجيب بعد قيامته، المسيح رفع إلى السماء قدام أم عيوننا، ونحن شهود بذلك، ونحن مشهدين الموت على هذا الكلام، وفعلا ماتوا واستشهدوا على هذا الكلام. فكرة الكتاب المقدس اللي بين أيدينا إجا من وراء تلفيق وكذب يا أخ محمود، من كالعاد كان الإنجيل كتب خرافي يعني، ولا كيف؟ نحن عم نتكلم بالدليل والبرهان حبيبي. نعم عم نتكلم من كتابي. نعم يا نجمة، ارفع ايدك حبيبي وشدي. سامي يا اخ محمود تفضل معك. انا مستغرب انه يعني انت عم تتهم اليهود ليش كانوا متيقنين الى هذا اليوم انه الجثة سرقت. طب من يصدقوا ضلالي من رجال الدين؟ نحن عندنا كتاب مؤكد مشهود له تحت دم الشهداء. انا بدي صدق واحد قالوا له، ولا بدي صدق شهاده قديس شاف المسيح بام عيونه؟ انت تكون الحكم. معك معك. عاوز المشي تنغزي. طيب حياك الله سعاده القس جاكوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ نرجع تاني يا سعادة القصة جاكوب للقصة. ثواني بقى. ايه؟ طب ثواني يا جماعة، ثواني، ادوني خمس، ادوني دقيقة بس، شوف الحاج بتنادى عليا، ثانية واحدة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام. طب سعاده القس جاكوب، معروف عني دايما ان انا حنين، ودايما حتى عن الاونر بيقول لي الموضوع ده، مش عارف يخش على الخاص ولا لحمود انت حنين. فانا لذلك يعني هحاول ان انا اوسع الموضوع بحيث ان احنا الاثنين ما نلفوش في حوالين سؤال. وفي الاول حكم المستمع، سعاده القس جاكوبي حسبت لك حاجه بما لا يدع مجال للشك ان قصه الصبر مؤلف. دليل يا محمود، عينيا ليك. حاضر. بص معايا كده، والسؤال اللي هجاوب عليه في الاخر. جاء في انجيل لوقا حسب البشير لوقا يا جماعه، بيقول ايه البشير لوقا في الاصحاح 24؟ انا عايز بس تفتكروا حاجه مهمه وتركزوا عليها، ان في اشاعه طلعت ان التلاميذ سرقوا الايه؟ الجثه. حطوا الموضوع ده في دماغكم، ان في اشاعه موجوده في اليهوديه ان التلاميذ سارقين الايه؟ الجثه. الحته دي لا تنسوها بفضل. تمام؟ بص يا سيدي. بص يا جماعه، حصل حاجه جميله. بيقول لك فوجدونا الحجر دحرجا عند القبر، فدخلونا ولم يجدونا جسد الرب يسوع، وفيما هن محترات في ذلك اذ رجلان بثياب براقه. خدوا بالكم يا جماعه، القصه هناك بيقول لك رجلين، هناك كان واحد، مش هتفرق معايا. واذ كنا خائفات ومنكسات وجوهنا الى الارض قال لهن إماذن حي من بين الأموات، ليس ها هو ها هنا لكنه قام. اذكرن كيف كلم كنا بعد وهو في الجليل أن يسلم ابن الإنسان في أيدي إناس خطاه ويصلب في اليوم الثالث يقوم. السؤال يا مسلمين لو تركزوا، أول ما الملاك قال للنسوة إيه اللي حصل يا مسلمين؟ يلا، أول ما الملاك قال لهم أنتوا نسيتوا، هو مش قال لكم أنه هيموت ويقوم؟ إيه اللي حصل؟ فتذكرن كلامه. حلو كده؟ افكركم بحاجه، في اشاعه بتقول ان التلاميذ سرقوا الجثه، اوعوا تنسوها، واقراوا ما بين السطور بقى. في اشاعه ان التلاميذ سرقت الجثه ورجعونا من القبر
واخبرونا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدليه ومش عارفه ايه، فتراءى كلامهن لهم كالهزيان ولم يصدقهن. ما شاء الله استأت الجثه. فالنسوه لما الملاك قال لهم ده يسوع قام، ماشي يسوع قام، افتكروا على طول، راح يقول للتلاميذ ده يسوع قام. التلاميذ فكروا النسوه ايه، مجانين، حصل لهم حاجه في دماغهم. ما شاء الله، مين دول يا جماعه؟ التلاميذ اللي فيهم صخره الكنيسه، اللي قال لهم من راني فقد راى الاب، اللي حسب ايمان معظم المسيحيين كانوا يؤمنون ان هو الله، مش مصدقين ان الله هيقوم من بين الاموات، وكان الله هيموت مش هيقوم. سعدت القس جاكوبي، لماذا النسوه تذكرت كلام الملاك؟ ولما النسوه راحت اخبرت التلاميذ، التلاميذ مش مصدقين. ايه ده؟ مش ملاحظ فيها حاجه غريبه؟ مش ملاحظ ان الكاتب بيقول لك والله العظيم انا ما سرقت؟ انت ملاحظها في النص ولا مش ملاحظها؟ والله العظيم انا ما سرقت جثه، والله العظيم انا حتى النسوه لما قالوا لي اقسم بالله ما كنت فاكر ان هو هيقوم من الاموات. مش ملاحظه ساعات القصه شكوبه بين السطور كده؟ معاك في المايك. حبيبي الغالي محمود، اسمع جيدا ماذا حصل. الملاك جبرائيل ظهر لمريم العذراء وظهر لزكريا، نفس الملاك تكلم مع مريم العذراء صدقته. لما زكريا كذب الملاك شو قال له الملاك جبرائيل؟ قال له انا جبرائيل الواقف امام عرش الله تكون اخرسا حتى ولاده يوحنا. اوكي صدق، وهي وما صدق وهي صدقت. هلا التلاميذ، انا بقول لك شغله يا اخ محمود سامعني يا اخ محمود، لو اجى عندك شخص كان معك انت وياه، كنتوا موجودين لما دفنتوا فلان الفلاني، اوكي، وانت تاني يوم بيجي لعندك شخص بيته هيدا بيقول لك يا اخ محمود فلان الفلاني امن بين الاموات، بتصدقوا شيء؟ انا شخصيا ما بصدق، لانه ما سبق وحصل انه انسان مات وقام بقوته من بين الاموات. والدليل على ذلك لما التلاميذ ظهروا للمسيح قال لهم انا يسوع دخل بين الاموات، صدقوا. بما ما كان معهم كان معهم، ما كان معهم، فإجوا لعدوهم مثل ما الأخوات المريمات قالوا تحقى ما صدقوهم، دولا ما صدق التلاميذ بعد ما ظهر المسيح. شو قالوا؟ قالوا المسيح قام. قالوا أنا ما بصدق إلا إذا كان بلمس إيدي على الجروح وبشوف على جنبه الجراح. ظهر الرب يسوع مرتين خصيصا لتوما، شو قال له؟ قال له يا توما هات اصبعك حطه على الجرح وكن مؤمنا ولا تكن غير مؤمنا، طوبى للذين امنوا ولم يروا. وهذه هي الحياه اليوم نحن عايشينها على الارض، نحن عم نصدق كلام المسيح لان المسيح قالنا الحق، وتعرفون الحق والحق يحرركم، واللي ما بيصدق وحده بيتحمل. عرفت كيف حبيبي؟ مالك معه. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تعالى بس ارد على كميه المغالطات اللي حضرتك قلتها. قعدت قصه جاكوبي ورده مني ليك اهو، اتفضل. لا مش دي، ورده مني ليك اهي. انا مثلا انا بعتز دايما بالحوار معاك. بدايه انت قلت حاجتين غلط وتعالى نقول عليهم. الحاجه الاولى ان انت تجاهلت جميعا من الثلاث اسئله او الاربعه لحد الان، عادي حنين مش هتفرق معاك. تمام، تعالى ركز في نقطه. انت بتقول دلوقتي ايه؟ التلاميذ يا محمود لو انت رايح تدفن واحد، ماشي انا رايح ادفن مطنش عشان تعرف مطنش ده صوته وحش، فانا خدت مطنش ده، فجاه لقيت انجيما بيقول مطنش قام، فانا مش هصدق طبيعي، مش هصدق ان هو قام. ايه ده؟ وفي نفس الوقت انا عارف ان هو الله، يعني انا عارف ان هو الله يظهر في الجسد اللي قال ابن الله، اللي توما قال، يعني اللي بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، اللي قال لفيلبس من رآني فقد رأى الآب، اللي قال لليهود قبل ان يكون ابراهيم، اللي قال البحر اسكت فسكت، اللي عمل معجزه 5000 سمكه، اللي حول الميه الخمرة، ومش مصدق ان هو هيقوم. انا ما شاء الله، الله هيموت مش هيقوم.
قلت نقطة، وأنا أقسم بمن رفع السماء بلا عمد، إن أتيت بهذا النص هعلن أني مسيحي الآن. أنت بتقول هم مش مصدقين إن في واحد هيقوم بقوته. تفضل معاك المايك، هات لي نص واحد من كتابك المقدس التلاميذ بشروا أن يسوع قال. أنا حثبت لك إن ما جاء في إنجيل يوحنا 2:21 قصة ليست حقيقية. تفضل مع حضرتك المايك، فين التلاميذ بشروا أن يسوع قام من نفسه؟ تعالوا يا جماعة لو حد بينزل النصوص أعمال الرسل 5:31، إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة. في كورنثوس 15:15، ونوبة نحن شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله إنه أقام المسيح إن كان الموتى لا يقيمون. فأعمال الرسل 26، لماذا لا يعد عندكم أمرا لا يصدق أن الله أقام؟ فين يا سعادة القصة جاكوب أنه قام بقوته الذاتية أو بقدرته؟ مش عارف صراحة. عندك إجابة على القصة ولا وسع الموضوع شوية؟ عندك إجابة ولا وسع شوية؟ عندك ولا وسع؟ معايا حضرتك؟ طيب اتفضل معاك المايك، قول لي فين التلاميذ بشروا ان يسوع قام بقدرته؟ بس قبل ما اديك المايك، انا بس الاخوه المسلمين عايز اشاهدهم في نقطه. شباب تخيلوا ان انتم تلاميذ، ايهما اقوى وانتم تبشرون بألوهية المسيح؟ ان تقولوا ان الله الاب اقامه والله سبحانه وتعالى قادر ان يقيم اي حد، ام تقولوا ان يسوع هذا اقام نفسه؟ انه الاقوى عشان تثبتوا ألوهية للمسيح، اللي هي نمرة 2 انك تقول ان المسيح اقام نفسه. اتفضل يا سعادة القس جاكوبي، ائتني بنص واحد فقط من كتابك التلاميذ بشروا بعد القيامة ان يسوع هذا اقام نفسه. شكرا حبيبي الغالي، محمود. ما هي المشكلة لما الانسان ما يعرف الله واعلانات الله في الكتاب المقدس بينظر للمسيح كبشر فقط؟ بتتذكر حبيبي محمود شو قال المسيح بيوحنا؟ اسمع ماذا قال المسيح. أوكي؟ هذا ما قاله المسيح بيوحنا 10، قال ولم يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. شو عم بيحكي المسيح هون حبيبي؟ عم بيقول لك رح يموت رح يقوم. عرفت كيف؟ بتقول لي في مكان اخر انه الاب. نعم، بس اين الاب؟ وين موجود الاب يا محمود؟ بالابن. ما قال لك يسوع، قال لك الاب الحال فيه هو يعمل. انا من نفسي لا استطيع ان افعل شيئا، الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. فاذا الله الاب حتى بيقول لك كتاب المقدس الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. ما فيش كلام الله قام المسيح. ليش؟ لانه الله في المسيح، والمسيح قال لك انا اضعها من ذاتي وانا اخذها ايضا. بيحنا بيقول لك كان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان يكون له حياه في ذاته. ما في مشكله، الاب حي الى ابد الابدين، الى ابد الابدين، شهاده يسوع برؤيه يوحنا 1. مايك معه. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا سعادة القس جاكوبي، السؤال اللي كان مطروح لحضرتك، من من التلاميذ بشر أن يسوع أقام نفسه؟ طب يا جماعة حد ينزل النص الجميل اللي سعادة القس جاكوبي نزله اللي هو في يوحنا ده. هنسخه لكم، تاخدوا المفاجأة، تاخدوا المفاجأة في النص ده. اللي عايز المفاجأة يكتب 5. اللي عايز في النص الجميل ده، النص يا جماعة بيقول ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي، لي سلطان أنا أضعها ولي سلطان أنا أخذها. أنا نويت أن أنا أغير أسلوب الحوار وخلي سعادة القس جاكوبي هو اللي يرد على نفسه. سعادة القس جاكوبي بيشرح النص ده بيقول إيه؟ إن يسوع يستطيع أن هو لي سلطان أن يضع روحه ولي سلطان أن هو ياخد روحه. تمام؟ تمام. خدوا بالكم من الحتة الجاية دي عشان هخليه هو اللي يرد على نفسه.
عبرانيين، وانا مش هخليك تتكلم في الموضوع التاني ساعات القس جاكوبي على برنامج البلد. عبرانيين 5-7 يا سعادة القس جاكوبي، ممكن تطلع تشرحه لي بعد اذن حضرتك؟ على فكره يا جماعه، رد سعادة القس جاكوبي في النص ده هيخالف تفسيره في نص يوحنا. ركزوا في الرد بتاعه في النص ده، هيخالف شرحه لانجيل يوحنا. اتفضل يا سعادة القس جاكوبي، اشرح لي الذي في ايام فراق شديد ودموعه طلبات ضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. ما معنى يخلصه من الموت؟ ما انا مركز في كلمه واحده، ما معنى يا سعاده القس جاكوبي ان يخلصه من الموت؟ معاك المايك. شكرا حبيب محمود. هيدي الاي يعني بتضرك ما بتفيدك حبيبي. ليش؟ لانه الخلاص من الموت مش يعني انه ما يموت، خلاص من الموت انه يموت ويقوم. عرفت كيف؟ يعني الآية انت هاي بتقول، انت بتقول بالآية هاي للقادر ان يخلصه من الموت. اوكي، شو يعني موت؟ بالعكس، لا، اللي بيخلص من الموت مثل ما خلص العازر من الموت بكلمة، قال له العازر هل مخارجا العازر قام. خلص المسيح العازر من الموت؟ نعم خلصه. بنفس الشيء انت لما بتوصل اي هاي، يا جماعة يا مسلمين اقرانوا اي هاي، شايفين يسوع صلى لحتى الله ما يموتوا والله رفعه من مات، استجاب دعاءه. ليش؟ هذا كلام مغلوط، لما انت عم تنسى النصوص كلها اللي المسيح اتكلم فيها مع الحراس، مع اليهود، في المحاكمة، في الصلب، في الدفن، وفي القيامة. عم تنسى كل الاحداث الحقيقية تتمسك بالاي بتقول استجاب بدعاءه ما موت ورفع. اذا المسيح ما مات اذا كتابه قدس محرف، لانه الخلاص من الموت مش يعني ما يموت، الخلاص من الموت انه ما يضل ميت، يشيل من الموت. وهذه النبوة بالمجانية. عرفت كيف؟ لا تدع تعقيدا. مايك معك حبيبي. طيب السلام عليكم، في صوت كده يا جماعه؟ في صوت كده؟ حد من المسلمين سمعني ان الايه دي بتقول ان المسيح لم يموت؟ حد سمعني انا قلت الكلمه ديت؟ لا حضرتك، ارجع لرساله العبرانيين، ما جاء في الاصحاح 13 كما وضع للناس ان يموتوا مره واحده كذلك ايضا للدينونه، ان المسيح تالم مره من اجلنا. كاتب رساله العبرانيين اصلا كاتب الرساله كلها عشان ياكد موت وقيامه المسيح. انا سؤال لحضرتك، النص في العبرانيين بيقول للقادر ان يخلصه من الموت، مين اللي يخلصه من الموت؟ ده سؤالي، مين اللي يخلصه من الموت؟ انا افسر لك النص. النص بيقول يا جماعه يخلصه من الموت اي يقيمه، اي يقيمه من الموت. حلو، السؤال بقى لحضرتك، هو بيدعي لمين ان يقيمه من الموت يا سعاده القس جاكوبي؟ معاك المايك. يا حبيبي محمود، يعني ما في خلاف أنا وأنت من آمن أنه الله الآب هو الذي أرسل المسيح وهو الذي أقام المسيح، لكن المسيح بيقول لك أنا أضعها من ذاتي يعني طوعا وأنا أقيمها أيضا. ليش؟ لأنه الله في المسيح حبيبي متحد مع المسيح، فما بيجوز أنت تقول يا جاكوبي المسيح يموت، المسيح مش كده، مش هذا المنطق اللي كنا حكينا اياه. المسيح ما عنده سلطان يقول من الموت. طب ما انا بدي اسالك نفس المنطق، اجلك بتشوف الطريق؟ ما بتشوف الطريق، كيف اجلك بتمشي بتشوف الطريق؟ لانه العين بالاجر ملزقه، طالما العين بالاجر، الاجر بتمشي بتشوف الطريق. كذلك الامر المسيح قام من الموت لانه الله بالمسيح كلمه حبيبي الى الابد. ما في وجود لكلمة الله من دون الله. كلمة الله يسوع المسيح، فالله بكلمته متواجد مع كلمته. مايك معه. طبعا اللي مركز في الحوار هيفهم انا ليه جبت نص رسالة العبرانيين. يا جماعة سعادة القس جاكوبي لما طلع يشرح النص الجميل ده، ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. اذا كان الكلام هنا يا جماعة ان المسيح يستطيع ان يقيم نفسه،
فلماذا كان يطلب من الله الآب أن يقيمه؟ في رسالة العبرانيين يا سعادة القس جاكوبي، إذا كان هو معاه سلطان أن يقيم نفسه، زي ما أنتم بتفسروا النص ده على هواكم، يعني أنتم تفسروا النص ده على هواكم، لي سلطان أنا أضعها ولي سلطان أنا أخذها. طيب لما هو معاه هذا السلطان، لماذا كان يقدم بدموع وصراخ وتطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت إذا كان معاه سلطان؟ ويبقى السؤال مطروح، أنت دلوقتي عندك فهم وأنا عندي فهم، أنت بتقول إن يسوع أقام نفسه، اتفضل مع حضرتك المايك، هات لي نص من كلام التلاميذ، عدل يا شباب ولا مش عدل؟ لو كان المسيح فعلا أقام نفسه، مش عدل إن التلاميذ تبشر بهذا الأمر؟ عدل ولا مش عدل كده؟ أنا هجيب لك نصوص إن الله الأب هو من أقامه، غلط يا واحد واحد. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من الأموات. كورنثوس 15:15، ونوجد نحن شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله إنه أقام المسيح إن كان الموت لا يقيمون. أعمال الرسل يا سعادة القس جاكوبي، إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم حياك الله جزائري قتلتموه معلقين إياه على خشب، هذا رفعه الله بيمينه. يا سعادة القس جاكوبي، قل لي بقى فين التلاميذ بشروا إن يسوع أقام نفسه؟ معك المايك حبيبي الغالي محمود. يعني أنت الآن ثلاث مرات استشهد بالنص اللي بيوحنا، وثلاث مرات تستخدم نفس الكلام. حبيبي ليش ما بتكمل النص؟ يعني أنت الآن قلت إنه بيوحنا 10 بيقول لك للقادر، لا بيوحنا أنا أضعها من ذاتي وأنا أقيمها أيضا، وتشكر ثلاث مرات. طب ليش ما بتكمل النص؟ بيقول لك هذه الوصية قبلتها من أبي، هي هذا السلطان أخذته من أبي. الآب أعطى حق السلطان للمسيح أن يضع نفسه ويقيمه، عرفت حبيبي؟ فأنت الآن تحت كلمة يسوع، أنت الآن مش آدمين بالغرفة يا أخ محمود، فيك تنقتني لو تأخذ المال صح ولا لا، فيك تعمل كل شيء فيه. طب شو رأيك أنا إذا محمود أنت من وين جبت السلطان هيدا؟ بتقلي هذا السلطان أخذته من الآب من صاحب الغرفة عمر الفاروق. بلك يا أخ محمود، طب بس عمر الفاروق هو اللي بنقط، إيه بس بتقلي أنا كمان بنقط من ذاتي لأنه هاي الوصية بيتها من عمر الفاروق. بدك تستأذن عمر الفاروق كل ما بدك تنقط تترد، ما بيجوز. أخذته لأنه اتمنك بهيدا السلطان. إذا أنا بدي استهزئ بسلطانك يا محمود، أنا مستهزئ بسلطان مين؟ عمر الفاروق. انت هلا بتنقطني وتتركني اذا انا استهزأت فيك؟ بقول لك انا سلطانك ما بقيم فيه، انا بس بقيم بسلطان خالق الغرفي. بنفس الشيء اذا بدك تقيم انه الله وحده الاب اللي بيقيمه بيحيي من دون سلطان المسيح، انت عم بتهين المسيح اللي قال لك هذا سلطان اخذته من الابي. لقد دفع اليكم سلطان مما في السماء وما على الارض وما من تحت الارض. فلذلك انت ملزم انك تصدق المسيح لانه انت بتؤمن بالمسيح، صح ولا يا محمود؟ مايك معك حبيبي. برضه ما جبتليش نص فين التلاميذ بشروا ان يسوع اقام نفسه. قول لي مفيش يا سعاده القس جاكوبي، قول لي مفيش، قول لي مفيش نص يا محمود واحد يثبت ان المسيح اقام نفسه. هات لي كده نص واحد، انا عايز نص واحد بس ان المسيح اقام نفسه، واحد فقط. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه بتقول ايه؟ المسيح يا جماعه واخد سلطان ان هو بمزاجه يموت بمزاجه يقوم. يعني معنى كده ان المسيح ما كانش عايز يموت بقى. ثم تقدم قليلا وخر كان يصلي، يا ابتا ان امكن فلتعبر عني هذا الكاس، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد. يعني معنى كده انت عايز تقول ان المسيح اتصلب غصب عنه. اهو ده تفسيرك بقى، طالما معاه سلطان يا جماعه ان هو يموت نفسه ويقيم نفسه. هنا بيقول يا ابتا ان امكن
فلتعبر عني هذا الكأس إن أمكن، ولكن الله لم يسمح له أن يعبر عنه هذا الكأس. إذن ما استطلبش المزاج. ويا سعادة القس جاكوب، صح كده حضرتك؟ تفضل معتك المرة. حبيبي محمود، شوف الكتاب المقدس بيعطينا تفاسير واضحة عن كل لغز مبهم بكلام المسيح. يعني انت الان عم بتقول انه بناء على انه المسيح صلى يا ابت اغفر اذا امكن فلتعبر عني هذه الكأس، انت عم بتقول او عم بتفسر هذا الكلام انه المسيح عم يطلب من الله انه ما يمسلم والمسيح صلب رغما عنه، هذا تفسيرك، بس هذا مش الكلام الكتاب المقدس في المسيح بديك تعرفه. لنبت على المسيح، شو قال المسيح؟ شو قال لهم؟ لهذه الساعة أتيت، أقول نجني من هذه الساعة؟ طب صار في تضارب يا أخ محمود. هل ما المسيح ما كان عم يسلم من أجل ما ياخد الصليب؟ لا، ما هي الكأس للمسيح قال للرب لا تعبر عني هذه الكأس؟ شو معنى الكأس؟ الصليب؟ لا 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 لا، مش الصليب، كأس الفراق عن الآب، لأنه على الصخر إلهي إلهي لماذا تركتني. هيدا هو الكأس اللي المسيح كان عم بيخبر الآب إنه ما يترك الآب، لأنه محبة الآب بالابن أبدية، محبة الابن بالآب أبدية. هذا الصراخ للمسيح حمل خطايانا كلنا على الصليب وفرق عن الآب بالموت، ولكن رجع للحياة بعد ما دعس على الشيطان والخطية والعلاج. عرفت حبيبي المايك معك. برضو لم تأتيني بنص واحد أن يسوع أقام نفسه، نص واحد بس يا سعادة القس يقول. طب ما تقول لي ما فيش، والله أنت لو قلت لي ما فيش أنا هغير الموضوع، بس أنت اطلع قول لي ما فيش، اطلع قول لي مفيش، تمام؟ نص واحد بس ان يسوع التلاميذ بشرت ان هو اقام نفسه، تمام؟ اتفضل يا فامباير معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخونا محمود وحيا الله الاخوه الاخوات وزي بعضه يعني. تحياتي لحضرتك القس جاكوب. بصراحة يعني بتقول كلام عجيب غريب يعني حضرت القصة يعني. حيا الله أخونا، تحياتي لحضرتك. رقم واحد قال لك يا محمود أنت أهنت المسيح، صح؟ عشان المسيح والمسيح كلمه قائلا دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. هو قال على فكرة زود حتة كده من عنده يعني، قال لك وتحت الارض، صح يا سياده القس؟ لو حد بيسجل التسجيل موجود يعني. فسياده القس قال دفع الي على لسان المسيح طبعا، دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض وتحت الارض. طبعا تحت الارض دي مش موجوده، فدي زياده يعني، والعمليه مش ناقصه زيادات يعني بعد حضرتك يا حضره القس. فقال لك يا محمود طالما هو دفع إليه كل سلطان كده يا محمود، مش عايز تعترف بألوهيته، يبقى انت كده أهنت المسيح. طيب تمام، شكرا لصراحتك يا حضرة القدس. تمام. لا، النص اللي احنا استشهد بيه من متى اخكري. طيب بنفس الاسلوب يا اخونا محمود، في لوقا 4:5، في لوقا 4:5 لما إبليس اختبر يسوع على الجبل وأرى جميع ممالك المسكونة في لحظة، قال له إيه يا محمود؟ فاكر يا محمود قال له إيه؟ في 4:6 قال له إيه بقى أختنا جزائرية؟ نزل لنا 4:6، قال الله إبليس لك أعطيك هذا السلطان كله ومجدهن لأنه قد دفع علي وأنا أعطيه من أريد. لذلك يا أستاذ أو ست القس جاكوبي، لو حضرتك رفضت، حضرتك مطالب ان انت تعبد الشيطان ايضا. حضرتك بنفس المنطق انت تعبد الشيطان، ولو رفضت يبقى انت اهنت الله. لو انت رفضت ان انت تعبد الشيطان، انت دخلت نصين في بعض. تمام، انت لما اتكلمت دفع علي كل سلطان،
ملوش علاقة بتكسر كل ركبة، فما ينفعش نعمل كده كوليكشن يعني، مع احترامي لحضرتك. دي ده موضوع وده موضوع تاني. احنا دلوقتي انت اتكلمت في السلطان، فبالتالي يا ست القصة حضرتك مطالب ان انت بمنطقك انت ان انت تعبد الشيطان، ولو رفضت عبادة شمت الاب لان هو منع هذا السلطان ايضا للشيطان. رقم اتنين حضرتك قلت ان انت مطالب يا محمود ان انت تعترف برضه بألوهية المسيح، لان الاب كان فيه. قلت له هو الاب فين يا محمود؟ ما هو الاب في الابن. تمام؟ الاب في الابن. طيب الاب في الابن، يبقى الابن الاب في الابن. هل الاب في الابن عشان الاعمال يبقى الابن ملوش اي قيمه؟ لو الاب كان في الابن عشان الابن يعمل الاعمال يبقى الابن اصلا ملوش اي قيمه، ملوش اي قدره. تمام؟ طيب قلت بقى ايه لما صلى وقال وتضرع عشان يزيح عنه هذا الكأس، قلت حضرتك ان الاب تركه. الاب تركه ليه يا سيادة القس؟ الاب تركه ليه؟ لا 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 انا مش عايز اقطع يعني بجد يعني، خلي الحوار كده، خليك مش مناظره ولا حاجه يا استاذ جون. طيب استاذ محمود انا ماليش يعني، انت ليك اسلوبك، ما اعرفش تدخل على اسلوبك يعني او على الموضوع اللي انت شغال فيه، انت فاهمني؟ ده دي الفكره يعني. فانا لو بدأ الموضوع والله يا اخي او موضوع انا محضره يعني ممكن اتكلم فيه عادي، ما فيش مشكله. وانا مش عايز اغير الموضوع بصراحه، لان انا شايف حضره القس مزنوق جامد، مزنوق جامد وبيناقض نفسه، مع احترامي ليه يعني، مع احترامي الشديد ليه. فقال لك بعد كده، بعد ما قال لك الاب فيه وقال لك السلطان، هو ناقض نفسه بنفسه وخليته. نجحت يا محمود، والله انا بحترم حضرتك جدا يا حضره القس، يكون ان حضرتك اكبر منا سنا وراجل محترم، فاحنا يعني مقدرين ان احنا نحترم حضرتك. ولكن طبعا في الحوار وخصوصا حوار اديان، اسمح لي ان احنا مش هنقدر نجامل حضرتك يعني. تمام؟ لان احنا مطالبين ان احنا نقول الحق ونبقى متفقين. فما شاء الله عليك يا محمود، يعني خلي سيادة القس يجاوب على نفسه ويرد على نفسه بنفسه، زي ما انت نجحت في النقطه اللي فاتت. وده مش تقليل من شخصيه حضره القس يعقوب يعني، ولكن من ناحيه الحوار يعني. المايك معاك يا اخونا محمود، ومستمتع بحوارك ومستمتع برد برضو حضره القس يعقوب. طيب عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا اخي الحبيب فامباير، ربنا يبارك فيك. طب سعاده القس يعقوب، عندك تعليق على كلام اخونا فامباير؟ عندك تعليق على كلام اخونا فامباير؟ طب اتفضل محطه المايك. شكرا حبيبي الغالي محمود، احييك حبيبي فامباير. الحقيقه انه كلامه كلام منطقي يعني، الكلام اللي اعلنه الان بالغرفه قال انه المسيح قالنا لقد دفع اليكم سلطان، فعندي سلطان من الله الآب مما في السماء وما على الأرض. والشيطان لما قال أنه عم يتكلم مع المسيح بيقول لقد دفع إلي، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. بيقول ليش أنت ما بتسجد للشيطان أو ما تعبد الشيطان؟ الشيطان كان من عنده سلطان. حبيبي فامباير، انت يعني كإنسان مسلم اوكي بتصدق كلام الشيطان لما يا هذا وانا اعطيه لمن اريد؟ بتصدقه يعني؟ يعني ما الشيطان بيقول لك الكتاب المقدس كذاب ابو الكذاب وقتال منذ البدء، لا دفع له سلطان ولا عنده سلطان ليعطيه لمن يريد، عنده خيال الشيطان، عنده وهم اوكي. فالشيطان هو كذاب، اللي بيصدق الشيطان بيروح معه على جهنم. ففي فرق بين كلام المسيح الصادق وبين كلام الشيطان الكاذب. قال له لحواء لا لن تموتا، شو صار بآدم وحواء؟ ماتوا. ليش؟ لأنه صدقوا الشيطان. وكل إنسان بيصدق إبليس، فأنت بدك يصدق الشيطان يا
يا أخ فامباير شو يعني تفكرني لهالدرجة أنا غبي يعني بدي صدق الكلمة بقولها الشيطان؟ المسيح ما صدقه وأنا ما بصدقه، فهمت علي فامباير؟ فكلامك أنت واحد زي الواحد بيساوي اثنين منطقي جدا، بس ما يكون الواحد مركب ومركب ومدبلج ما بيساوي اثنين، بيصير واحد زي الواحد بيساوي مية. ليش؟ لأنه عندك واحد كذاب برأيه الواحد بيساوي مية تسعة وتسعين. فبتمنى تكون مداخل إيجابي فائدتك. كتان كذاب أبو الكذاب بده ضرب على رأسه باسم يسوع عشان الإنسان يستفيق من منامه. مايك معك حبيبي محمود. يعني هو الشيطان كذاب لما يقول إن هو معاه سلطان، إنما مش كذاب لما يقول إن يسوع ده ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئت قبل الوقت لتعذبنا. وتستشهدوا بها دايما في المناظرات وفي الحوار، الشيطان هنا على الطرف اهو ان المسيح هو الله. طب هو كذاب حضرتك، ما انت بتقول ان الشيطان ده كذاب، ولا هو كذاب في وقت ما احنا عايزينه وحلو في الوقت الثاني؟ لا انا اثبت لك ان الشيطان معاه سلطان. حد يا جماعه ينزل انجيل لوك 4:6، انا اثبت لك ان الشيطان معاه سلطان وبالدليل. بيقول ايه حمزه؟ وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن. لا هات من اول 4 كده معلش، او من اول 3. بص كده، اما يسوع فرجع من الاردن 40 يوما يجرب من ابليس. نكمل يا جماعه. وقال له ابليس ان كنت ابن الله فكل هذا للحجر ان يصير خبزا. فاجابه يسوع ليس مكتوبا بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلام الله. بس نوقف على جعاد 5 يا جماعه. ثم أصعده إبليس إلى جبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. قل لي حضرتك إزاي الشيطان يستطيع أن يرى يسوع جميع ممالك المسكونة بدون سلطان؟ إزاي خلاه شاف جميع ممالك المسكونة من فوق جبل؟ هل أنت لو فوق جبل تقدر تشوف جميع ممالك المسكونة؟ لا، الشيطان معاه سلطان. يا إما تقول إنه سحر عين يسوع، يا اما تطلع تقول لي ده سحر عينه. خلاه شاف جميع ممالك المسكونه في لحظه من الزمان. ولاحظ حاجه يا حمزه، لو يقدر لو اقول لك ان الجبل عالي ممكن تشوف، لا عارف ليه؟ انتظر يا سعاده القصه كده انا عارف هتقول ايه. لانه بيقول في لحظه من الزمان، يعني في لحظه وراله ثم اختفت. خد بالك من كلمه في لحظه. يعني الموضوع مش لو وقف فوق الجبل تنه شايف، لا ده أراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. ما يكح معك سعادة القس يقولي، هل الشيطان سحر عين يسوع أم له سلطان؟ شكرا حبيبي الغالي محمود. شوف يا غالي، الفيروس البوليو، تعرف مرض الشلل للأطفال، الفيروس في عنده سلطان على الجسد. يعني ممكن الفيروس يعمل الطفل مشلول. في سلطان بالمرض الفيروس والبكتيريا انها تموت الانسان. لكن الطفل اذا كان تلقح بلقاح ضد الفيروس، شو بيأثر عليه الفيروس؟ عنده سلطان على الجسد يمرض الطفل الملقح ضد الفيروس؟ ما عنده سلطان، بس السلطان موجود بمين؟ بالطفل اللي مش ملقح بلقاح البوليو. يا محمود، ابليس بيقول لك في عنده سلطان مسروق، مش دفع له، مسروق. عنده سلطان، بيقول لك بعبرانيين 2:14 بيقول لك فاز قد تشارك الاولاد يسوع مع اللحم والدم، تشارك هو ايضا بهما ليبيد بالموت الذي له سلطان الموت اي ابليس. اوكي، فابليس سارق من ادم حق الملكيه على الارض، وآدم وحواء الخليقة صارت تحت سلطان مين؟ سلطان الموت. الله قال لآدم موتا تموت. مين بموته؟ الخطية. عندما تموت تنتج موتا. الشيطان هو مؤسس الخطية والشر. فهل الشيطان عنده سلطان على المسيح؟
نعم ولا لا؟ إذا كان الشيطان أرى المسيح الممالك، هل هذا يعني أنه عنده شيطان على المسيح؟ لنخس كل المشكون إلا المسيح عيسى ما نخسه؟ شيطان ما عنده شيطان على المسيح. أنا بقول لك شغلة يا أخ محمود، طبعا ما عنده شيطان على المسيح، بس الشيطان عنده زمان قصير، يعني استأذن من الله. ما خبر يا أخ محمود الشيطان ما عنده سلطان يقتل نملي؟ نملي شايف النملي؟ الشيطان ما عنده سلطان يقتله؟ تعرف ليش؟ لأن النملي والخليقة ملك لله، والله المسؤول الأول والأخير عن خليقته. إذا كان الله بيخلي الشيطان يقتل ويدبح مثل ما بيريد، ما بيكون عند الله حق الحفاظ على خليقته. عشان هيك الخليقة بعد ما وجودي من آلاف السنين، والموت منها الحياة، لأن الحياة عند مصدر هو الله. فلذلك حبيبي الغالي محمود، لما أنت تقول إن الشيطان عنده سلطان وعنده قوة وعنده مجد وعنده كذا وعنده كذا، أنت بتكون عم تقلل من مهابة السلطان الخالق ومهابة سلطانك أنت على الشيطان. فهمت علي حبيبي؟ السلطان ما عنده سلطان علينا لما نتسلح باللي أقوى من الشيطان اللي هو المسيح. فهمت علي حبيبي؟ مايك معك. طيب من آخر حضرة فانباير، من آخر للأول، بتقول لما نتسلح باللي أقوى من الشيطان، الشيطان ملوش قوة علينا. طب ما هو يهوذا ده مش كان مؤمن وكان تلميذ من تلاميذ المسيح، والشيطان دخل له غصب عنه. مش الشيطان دخل قلبه غصب عنه ولا بمزاجه؟ غصب عنه، بدليل ان هو راجع ندم وانتحر. يعني هو ما كانش انسان فاسد اساسا، ده غصب عنه. وبطرس اللي انكره صحيح، وده مش كان فيه، مش الشيطان اللي خلاه، لا غصب عنه، يهوذا غصب عنه. تاني حاجه ان المسيح لم يبخسه الشيطان، ده عندنا احنا اللي كرمناه، احنا اللي كرمنا المسيح صلى الله عليه وسلم، وده كان احنا اللي كرمناه اصلا، وده بفضل ايه؟ دعوه هو، دي دعوه ام مريم، تمام. دي تاني حاجه انت عندك، ان هو مجرب من الشيطان. اذا لما تيجي تستشهد ان لم يبخسه الشيطان، اه ده عندنا احنا في الاسلام، تمام. سعاده القس يعقوبي، وبعدين بتقول لي الشيطان سرق السلطان، الشيطان سرق السلطان وربنا سابه يسرق السلطان وسابه معاه. يعني سبحان الله تعالى، ربنا بيقول ايه اهو، ربنا يجيب لك فكره جزائريه اهو، الايه 36 بتقول 35 بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إحنا كمان يعني عادي ممكن الشيطان ما يلمسناش، يعني لو قالوا الدعاء ده مثلا وهم كده فالشيطان مش هيلمسنا، يعني عادي يعني. سعاده القس يعقوب، اتفضل يا فامباير. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله اخونا محمود، حيا الله الاخ الاخوات، وتحياتي مره اخرى لحضره القس يعقوبي اللي كل ما ده كل ما بيتورط يعني في الاجابه. طيب قال لك عن الشيطان ان هو سارق، الاول قال لك ان هو كاذب، خدوا بالكم يا اخوه، قال لكم وبالنسبه للسلطان هو بيقول ان انا عندي سلطان، طب ما هو ارمى مالك، هو ما خدعهوش. طيب قال لك الاول ان هو ليه سلطان، بعد كده قال لك هو سرق السلطان. سرق السلطان من ايه؟ اي اله اصلا اللي يسرق منه سلطان؟ هو ايه قيمه الاله اصلا اللي يسرق منه سلطان؟ يعني التبرير اصلا غلط. طيب تعال نشوف الاول، هل الشيطان كذب ولا مش كذب؟ من ادم، طب هو منح السلطان، مين اللي منح السلطان اصلا لادم؟ هو ادم واحد السلطان لنفسه يا حضره القس. طيب تعالى كده الاول في التكوين يا جماعه، في التكوين مش هنطول ان شاء الله عليكم، التكوين الاصحاح الثاني العدد 16 و17 تمام. بصوا، واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنه تاكلوا اكلا، في العدد اللي بعد منه، واما شجر معرفه الخير والشر لا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت، تمام. ده اللي قاله الاله لادم. في الاصحاح 3 الحقيقه او الشيطان قال ايه بقى؟ الحقيقه قالت للشيطان في الاصحاح الثالث العدد 4 و5، فقالت الحيه للمراه
لن تموت بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. بعد ما اكلوا ايه اللي حصل؟ هل كلام الاله بقى هو اللي صح ولا كلام الحياه هو اللي صح؟ تعالوا نشوف التكوين 3:22 بعد ما اكلوا من الشجره. واضح ان انت بتجدف يا فامباير، في صوت يا جماعه، واضح ان انت بتجدف لان انا على طول اللي بيجدف بيقع من على المايك صراحه. فامبيروس يا عم كابتن فامباير، سكري ونادي قط، سكري ونادي نسر، لا تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك في طلبه، الدواء به سم قاتل. بيقول لك يا عبد الله ده كان اخر مواطن اهتمت بيه الحكومه المصريه، اللي هم بعتوا له عشان ينقذوه من كده يعني. اتفضل يا سعاده القس شاكور، معاك المايك لحد عوده. خرج سعاده القس شاكور. انت جنة تحت القدم. طب نختم يا جماعه بما ان سعاده القس شاكوبي خرج. يعني الكلام اللي قاله سعاده القس شاكوبي ده بصراحه غريب والله. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب أنا صوت نفس اللي حصل معايا حصل مع محمود. لا ده كده في شيء مش صح يعني. والله في حاجه مش صح. طيب لحين عوده اخونا محمود ان شاء الله. حضرت القصه معانا لسه على السما عشان نتكلم بس. البال اللي بيطرد ده خرج. طيب القصه الاول قال ان الشيطان كذب، تمام. بعدين قال لك ان هو سرق سلطانه، تمام. طيب بالنسبه للكذب جبنا من التكوين، كان اخر نص كنت عايز اجيبه على لسان. احنا شفنا ان الاله قال يوم تاكل منها موتا تموت، والحقيقه قالت لهم ايه؟ بل يوم تاكل منها تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. في التكوين ان الاله نفسه بيعترف ان كلام الحقيقه كان صح، وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحدا منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا ياكل ويحيى الى الابد. يبقى مين اللي كان صادق هنا يا اخوان؟ مين اللي كان صادق؟ هل الاله في الوصيه لادم ولا الحيه؟ لا الحيه. الحيه اللي كانت صادقه. الحيه اللي كانت صادقه، الشيطان اللي كان صادق. ده كلام الشيطان، ارجعي كده بص الشيطان نفسه قال ايه؟ نزل التكوين 3 4 5 هتلاقي ده كلام الشيطان. تكوين الاصحاح 3 4 5 تمام؟ فهتلاقي بل الله عالم يوم تاكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يبقى كلام الشيطان لم يكن كاذب، خصوصا فين؟ في موضوع الخطيه الاصليه اللي مبني عليها قصه العقيده المسيحيه كلها. تمام؟ فالشيطان لم يكن كاذبا للاسف يعني. اما عن سرقه السلطان وقال لك ان هو سرق السلطان من ادم، سرقه وهو كذوب. طيب بص يا اخونا القنصل كمان. حضره القصه قال جمله عجيبه جدا يعني، ما ينفعش اصلا انها تتقال ان هو سرق السلطان. يعني ايه سرق السلطان؟ هو الاله يعني الاله يعني بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه؟ ولكن للاسف اذا كان الشيطان تمرد واخد معاه ثلث الملائكه، اذا كان في حسب التكوين كان خايف ان ادم ياكل من الشجره كده هيتساوى. طيب هل السلطان يعني مسروق فعلا؟ تعالوا شوفوا كده في سفر ايوب الاصحاح الثاني، نشوفوا السلطان جاي من مين، السلطان ابليس جاي من مين. تمام في الاصحاح الثاني من اول العدد واحد، وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم ليمثل امام الرب. فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ فاجاب الشيطان للرب وقال من الجولان في الارض ومن التمشي فيها. كملي كده يا اختنا الكريمه لحد العدد السته. تمام فقال الرب للشيطان، فاجاب الشيطان للرب وقال جلد بجلد وكل ما الانسان يعطيه لاجل نفسه، ولكن ابسط الان يدك. ده مين؟ ده الشيطان بيطلب من مين؟ بيطلب من الاله. ولكن ابسط الان يدك ومس عظمه ولحمه فانه في وجهك يجدف عليك.
فقال الرب للشيطان ها هو في يدك. السلطان ممنوع مين يا جماعة؟ السلطان اللي عند إبليس ممنوع من مين؟ فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. تمام؟ يبقى الشيطان عنده اهو بيمثل اهو امام الرب. بيمثل امام الرب والرب هو اللي بيمنحه السلطان. كما منح السلطان على ايوب. يبقى السلطان السلطان بتاع ابليس روح اصلا يعني. اذا كان هو اللي بيمنحه السلطان للتجربه هو اللي بيمنحه ده هو بيقول احفظ نفسه. ده هو بيوصي على ايوب يعني الاله بيوصي الشيطان على ايوب. تمام؟ عودا حميدا اخونا محمود. فقال الرب للشيطان بص يا محمود بيقول لك الشيطان الشيطان سرق السلطان. وصف ايوب يا محمود نزل له كده ايوب 2 6 مره اخرى يا اخوه عشان محمود برضه يبقى معانا يعني. بص يا ايوب بص يا محمود لا 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 معايا هدى يا محمود محمود موجوده نزلوا له يا جماعه ايوب 2 6 ايوب 2 6 بص من ايوب لواحد لستة بس ايوب 2 6 اهمهم يعني. تمام؟ ايوب 2 6 فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. السلطان ده اللي ممنوع من مين يا محمود؟ هل هنا الشيطان سرق السلطان من ادم او من اله او من ايوب؟ ولا الرب هو اللي منحه له؟ تمام؟ ده بالعكس ده وصاه وصاه لمين؟ وصاه لمين؟ وصاه لايوب. كمان في نص في ايوب اعتقد ان بيعاتب بالشيطان بيقول له بيقول له على ايوب لقد هيكتني عليه الابتلاء بلا سبب. اكتبي كده الابتلاء بلا سبب كده اختنا الجزائريه. بالظبط يا ام ام اس. المشكله ان حضره القس كان بيقول لك ان يعني ان السلطان اللي عند الشيطان ده اصلا يعني سلطان مسروق سرقه من مين اصلا؟ لا ابتلعه بلا سبب. ثواني معرفش فين يا جماعه حد لو حد يدور على النص. طب ارجع المايك يا اخونا محمود ونسمع ان شاء الله بقيه كلامك. شكرا يا المدير والله حوار اكثر من رائع يا محمود يعني. اتفضل اخونا المايك معك. السلام عليكم ورحمه الله. طب عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبنا الفامباير. طب تاخدوا الكارثه يا جماعه بقى تاخدوا الكارثه. تعرفوا ان الشيطان نابع عن الله سبحانه وتعالى بحسب الكتاب المقدس؟ تعرفوا الموضوع ده؟ ان هو نابع عن الاله في الكتاب المقدس؟ الدليل ركزوا معايا. بص يا جماعه فقال الرب من يغوي اخاب من يغوي اخاب فيصعد ويسقط في رموت جرعات فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح اللي هو شيطان اللي هو الشيطان ووقف امام الرب وقال انا اغوي وقال له الرب بماذا؟ فقال اخرج واكون كذا واكون جميع انبيائه فقال انك تغوي وتقتدر فاخرج وافعل هكذا. بصوا يا جماعه والان هو ذا قد بروح كذب في افواه جميع انبيائك قد جعل الرب روح كذب في جميع افواه انبيائك. من الذي هنا اعطاله هذا السلطان او من الذي ناب عن الشيطان عن الاله هنا؟ هو الشيطان هو الشيطان. سبحان الله يعني سبحان الله العظيم يعني والله بجد يعني انا تعمدت ان انا اقولها له كتير فسبحان الله يعني. نسب الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره
هلا دكتور مفيد. طب ثواني يا جماعه بلدعوا بعد اذنكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عموما جزاكم الله خير جميعا على الاستماع. شكرا لكم من اكاديميه ام سي ديالوج عبر البالتوك، مع تحيات الاونر عبود الزمر الرئيس الاول لجامعات الاسلاميه والتفجيرات بدوله مصر العربيه وصاحب تفجير 11 يناير في الولايات المتحده الامريكيه. ازيك يا دكتور مفيد، لعلك بخير. لا ما هو انت عارف عبد الله متنكر هنا يعني. وبعدين بص في اسمه يا اخي حبيب، هتلاقي كيو 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 كيو، دي شفره خد بالك يعني. اهو الوكيل الوحيد المعتمد للحزام الناسف كمان، وعند كيو 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 دي شفره شفره. اشمعنى 911 وثوره يناير قامت يوم 11؟ ما تفكروا فيها كده يعني، الموضوع واضح بس عايز حد يركز معاه.